قلت راه غادي نمشي ناخذ تليفون. شنو وقع لك اختي؟ شنو وقع لك؟ شنو وقع لك بالضبط؟ شنو وقع؟ السلام عليكم بعدا خويا حمزه، شكرا على المجيه ديالك عندي. انا خويا حمزه طرا لي مشكل هادي دابا شي سيمانه وشي حاجه، راه ديجا دايره ديكلاراسيون ديالي ودابا كنتهدد بالتخسار، ودابا كنخاف نخرج ركب في شي تريبورتور حيت حياتي ممدده للخطر، والتريبورتور باقي كيدور وما ليه باقيين كيدوروا. عاودي شنو طرا لك؟ شي طرا لي دابا انايا واحد دابا انا دابا ما كانش عندي تليفون، مشى ليا تليفوني خسر ليا، واحد المتتبعه ديالي في القناه عندي صفطت ليا مسكينه واحد البركه قالت لي حسن يا باش شري تليفون، شديت انا ديك الفلوس ديك الساعات شي 9 دونز ديال الليل مع اخ مع خديت الفلوس مع 9 ديال الليل، 9 دونز ديال الليل بحال هكا كل 10 خرجه من داري، شديت التريبورتور من هنا. هاد السيد اللي طاري لي انا مع مشكل ديجا كانت عندي مع واحد العلاقه فهمتي قديمه، كنت معاشره معاك كنعرفو هو يد انا مشوش سايق مع دايرين التريبورتورات جاج فيلمي ما كتشوفيش شكون اللي سايق، كتكون غير راكبه اللور. دابا انا ملي ركبت كانوا جوج راكبين اللور وهو سايق، كانوا مشمكرين ما طلعش التريبورتور اللي حت السيليسيون ديماراو بيا وزادوا، قلت له عافاك حطني في حسني ديك الساعه غادي ناخذ تليفون، راه الفيديو وريتو لكم ضربه في وجهي غادي ناخذ تليفون. صافي غادي ناخذ تليفون، حتى لواحد الحظه ما يدخلوا بيا لواحد الخلا عندهم واحد البراكه كيحطوا فيها العودان عندهم واحد البراكه في الدخله ديال السيد الخادير عندهم تما واحد البراكه. صافي دخلوا بيا لتمايا والثالث ما عرفتش فين مشى، ما عاد قالك حاشك شداتو البوله ولا ما عرفتش فين مشى، بقيت مضاربه مع جوج ومعاهم مشمكرين كتعرف انت بنادم ملي كيكون مشمكر الضرب يدفعي راه يطيح ما عندهم يشدفك. صافي يلاه بداو كيشرقوا عليا حوايجي بداو كيضربوا فيا يلاه غيتكرفسوا عليا، بقيت مشى انت معاهم مشى انت معاهم، واحد دفعشو طاح ما قدش حتى ينوض من بلاصتو حيت لقاو مشمكر ومقرقب، والاخر باقا كان تعافر معاه وهربت منه. خرجت حوايجي كلي مشرقه كلي مضروبه، واحد الطونوبيل واحد السيد مسكين مشى منك قال لي ماك اختي انا مزوقه في كدينا داري الرياض. جيت انا جيت لهنا ما مشيتش ديكلاريت مع جيت مع السبت والحد ما مشيتش دير ديكلاراسيون، مشيت حتى نهار الاثنين عاد مشيت دير ديكلاراسيون في هنا في الرياض الولفه، قلت لهم راه اشترى ليا واشترى ليا ساقوا الخبر ديكلاريت بهم حيت خرجوا السلطات ماشي راه ما خرجوش، خرجوا معايا انا وعاوتاني خرجوا من ورايا انا جوج مرات ما لقيناهمش، والمره الثالثه هرب ليهم. مشيت انايا جيت بحالتي للدار عيطوا لي كيتهددوا عليا في التليفون، شي ما مشيتيش حيتي الديكلاراسيون شي ديك الوجه اللي فرحانه بي والله لا بقيتي بنتي بي، هما راه ما شفروني ما قريساوني ما حتى حاجه كانوا هكا كيتكرفصوا عليا واش فهمتي. صافي جيت انايا للدار انا قلت لهم بيناتنا الكوميساريه بحال ما هكا، جاوا بالليل ما عرفتش اش دايرين، عرفتي الكاو واحد هز الجنويه والاخر برك كيفرع عليا الباب، دابا الجدر ولات عندي في خطر قدرت انت كتشوف بقاو كيضربوا بخشا يدو من هنا طيروا واحد الحدايد كانوا هنا لاصقين واحد الزواقات وخشا يدو من هنا بقى كيضرب هذا الباب هذه ضربه بحال ما هكا كلها طاحت. يلا ركبتها هرسوا عليك الباب، هرسوا عليا الباب راه العواد ديالها وهي من مهرسه هذه راه كلها مهرسه. صافي هذيك دابا هما باقيين كيضربوا بديك التريبورتور وكيجيني التهديدات بالتخسار، دابا انا كنخاف نخرج نركب في شي تريبورتور، دابا وليت خايفه حقي باقي ما توخدش، داري تشفرات وجاو البوليس خداو ديك الشيء البصمات شفروا لي بلازما شفروا لي حويجاتي. انت شوف داري خاويه، انت داري خاويه ما عندي حتى شي حاجه وانت عارفه الدوليه الحوايج الدوليه ما داوش غير الماكينه الصابون والثلاجه والفرن اللي ما داوش، ومجاو البوليس خداو البصمات عندي فيديو ديال البوليس واخد البصمات ما عرفتش خويا انا. ودابا حتى المشكله الشفرات تشفرت حتى القانون ما خداش ليا حقي، باقي دابا قال لك ما عرفوش شكون اللي شفر قال لك حق البصمات ما طلعوش، انا تشفرت هو ربي اللي عالم بيا كيعاونوني المحسنين مره راهو ممسك اللي عايدوا لي وكساو لي وليداتي، تعرف عندي 8 ديال الوليدات ما كنخدم ما كنردم تعود ما كيبغي يخدمني على قبل الوشم اللي واجمه فين غنمشي بهاد الولاد كلشي باغي يشتتني على ولادي، عندي الافراغ ديال الدار ولادي باقيين تربيه عندي 4 اللي كيردعوا لي اللي كلشي اللي برا الا ما كانوش الناس كنت كنطلق لايف في اليوتيوب ديالي كيصيفطوا لي لا قسم الله ولا كيعيطوا بكلوفو كيصيفطوا لي التقضيه حتى الدار ما ناكلش انا ولادي ما ناكلش علاش عايشين في الظلم عايشين بلاد الحكرة ما تاخديش حقك اخويا ما عرفتش اخويا انا هادشي كامل انا هاد السيد ديجا انا بيني وبينو عداوة حيت ديجا كانت عندي معاه علاقة فهمتي واش كنتو
كنت مع سلام لا كنت مصاحبه مع ديجا عندي مع علاقه كانت ولكن هادشي شحال واش فهمتي صافي في الاخر شنو داروا ليا وما خديتش حقي ما خديتش حقي في سارقه داري الصفرات ما توخد لياش حقي علاش ملي كيتشدوا متتبعين اخرين وكيتشدوا ناس اخرين كلشي كيدير عليهم الجزاء وكلشي كيوقف معاهم حسن هي ما عندها لا والدين اختي حسنيه كتقول لك والله حتى كذاب واخويا راه ربي اللي شاد راه الكوميساريه فيها الديكلاراسيون راه كلشي كاين كلشي وريتك الفيديو مضروبه في وجهي وريتو لك نقول طريبورتور ربي راه وريتو لك شفتي داري الصفرات عارفها كلشي راه حتى البوليس دايره الديكلاراسيون ولكن ما قالوا لي حتى شي حاجه ما بغاو يقولوا لي والو وانت عارف راه شي سيمانه دابا وشي حاجه باش دار وراه حتى في اليوتيوب عندي طال دايره لايف وانا مضروبه في وجهي وقلت لهم راه طريبورتور ربي شي واحد يوقف معايا حتى واحد ما وقف معايا تمشي طراسي ديكلاريس وما عندي حتى شي حد اللي يوقف جنبي. السيد اللي كنتي معاه علاقه واش دار لك هذه الحاجه واش تقول ليه؟ كناخذ كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في هادشي اللي كنقول لك انا ما باغا حتى شي حاجه باغا المخزن ياخذ لي حقي انا باغا ناخذ حقي بالقانون حيت انا وليا ما عندي حتى شي واحد ما عندي والدي اللي وقفوا لي ما ما عندي خوتي ما عندي حتى شي حد عايشة انا وهاد الوليدات تراك عارف عندي 8 د الولاد راه 4 اللي كيرضعوا لي اللي كشوله اللي برا الناس اللي كيعاونوني اللي قسم الله كيعاونوني به ما عنديش ربي عالم عليا راه سيري بيت شوف ولادي كيفاش ناسين وعلاش ناسين 8 ديال الوليدات دابا ما عرفتش علاش تعدو ما كاينش القانون ما كتاخذيش حقك حيت ما عنديش والديا وخوتي اللي غياخذوا ليا حقي انا ما باغا حتى شي حاجه باغا ناخذ حقي من هاد الناس وهاد الريبورتور اللي كيديروا ما ديجا عندهم سوابق على الاغتصاب هما راه ديجا يلا خارجين من الحبس خارجين على قبل دريه مختطفينها في الريبورتور ومغتصبينها ضاربين فيها 5 سنين 5 سنين راه يلا خارجين ونفس الريبورتور ديما الريبورتور ديك الريبورتور فيه كيطرات ديما ديك المشاكل الريبورتور كيدير الريبورتور فيه الحموريه نعرفو راه كنشوفو نعرفو نوقفو هاو دابا كيدوزو حدايا ورجعو كيتشكرو عليا كيبقاو يشبعو فيا سبان مابقيتش كنخرج مع على باب الدار وليت كنخاف نركب في شي طريبورتور وليت خارجه ومخلوعه على وجهي قالك الا ما حيتيش ديكلاراسيون غادي تشوفي شي حاجه ما غتعجبكش انا مددا الخطر شو دابا كنهضر معاك كلي كنترعد راه هاد اللايف دايره وخايفه ما نكذبش عليك انا هاد اللايف دايره وخايفه شنو كنطلب اليوم كنطلب انا حقي توخى باش احد ما عنديش شي حد اللي وقف ليا في كتفي وحده اخرى كيلقاو اللي وقف معاهم علاش انا ما لقاش اللي وقف معايا حتى انا ماشي بنادم اللي جا كيعفط عليا بالصباط واللي جا كيلومني اللي جا كيبقى يعاتب فيا هذوك الولاد ربي قسمهم عليا اش غندير ليهم الله يديرك اختي شي تاوي ديال الخير. هذه حسنيه عندها 8 ديال الوليدات دخلت على عصابه اجراميه هرسوا ليها البيبان دخلوا كشطوها داروا حويجه كاملين وهزوها في طريبورتور وداوا لواحد المنطقه خلاء بالمنطقه ديال الحي الحسني حاولوا على انهم يتكرفصوا عليها وهربات ومشات ديكلارات عند رجال الامن ومازال لحد الان مازال ما بان لها حتى شي حاجه الله يدير لها شي تاوي ديال الخير وحتى لهنا غنوصلوا على نهايه البث المباشر نلقاكم بث اخر ان شاء الله تبقاو